قالوا لك حبيبك لا تناسبه ولا تشاركه. فهموك انك طالما هتبدا تكتب عقود مع حبايبك يبقى داخلين على ارض المعركه، هنخسر بعض يعني هنخسر بعض. يا راجل ده حتى الامثال الكويسه مش مديناها لك كامله. طب سمعت عن اعمل الخير وارميه البحر؟ ما اقولكش ان هو اصلا اعمل الخير وارميه في البحر الجاري، لو نسيه الخلق ما ينساهوش الباري. يا جماعه احنا كتير كتير قايمين على امثله مش منطقيه، لا عقل يتقبلها ولا الواقع بيتقبلها. نرجع للمثل اللي قايم على الحلقه، حبيبك لا تناسبه ولا تشاركه. بالعقل يا شيخ والمنطق، لو مش هنشارك حبايبنا واللي بنودهم هنشارك مين؟ اللي بنكرههم. خلينا نروح للفيديو ده خارج الاستوديو ونرجع لكم تاني. وانت معدي جنب اي محطه مترو بتلاقي راجل غلبان قاعد على الارض، الراجل ده في اللي معدي بيديله قرشين، في اللي بياخد منه اقلام، في اللي بياخد منه مناديل، وفي اللي بيعمل نفسه مش شايفه اصلا. فمره احد المتسولين قاعد جنب محطه مترو، واحد ورا التاني بيعدي، اللي بيسيب له نص جنيه، اللي بيسيب له جنيه. بس في واحد مره عدى كده ببدله محترمه وعدى وساب القرشين وكمل على طول خمس ست خطوات وراح راجع، وقال له معلش انا نسيت اخد منك القلم. اصل انا معلش انا عارف قيمه اللي انت بتعمله ده، القلم ده سعره كويس جدا بالنسبه للي مطروح في السوق، وانا بحترم ده لان انا رجل اعمال. مره بقى احد رجال الاعمال بيحكي القصه دي مع موظفينه، الراجل ده قال لولا الكلمتين دول ما كنتوش انتوا اشتغلتوا في الشركه دي اللي هي شركتي، انا اللي كنت راجل متسول. يا جماعه الكلمه اللي انتوا مش متخيلين ممكن تودونا فين. اي حاجه ممكن تنفذها مع وجود الحافز المناسب. الراجل ده بالكلمتين دول ادى الراجل ده حافز انه يتحرك لقدام ويغير نشاطه تماما، اللي كان مجرد قاعد على الرصيف استني قرشين جم او ما جوش، لراجل بني ادم نافع متحول تماما بيسعى في السوق انه ينتج حاجه محترمه ليه ولغيره، سبب في رزق غيره. يا جماعه الكلام مش اقل من اي حافز في الدنيا موجود، قد يكون احسن حافز موجود. انفعوا ناسكم يا جماعه. الناجح الحقيقي يا جماعه مش هو اللي بينجح وما يبصش على اللي تحت، انت تسعى وتنجح وتوصل للقمه، واول حاجه تعملها هو انك تشد واحد من تحت تنجحه معاك. كن واثق ان مفيش حد هياخد 1% من رزقك، كن واثق من ده. لو طلعت كل معلوماتك للناس ونيتك انك تنفع غيرك محدش هياخد 1% من رزقك. الرزق رزق ربنا يا جماعه، والنجاح الحقيقي انك تبقى رائد في ده وغيرك بيدعي لك بكره وبعده.